فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه مبتلى بحب الرئاسة والشهوات، وكلما حاول أن يصرفهما عنه لم يستطع، وذلك منذ 5 سنوات، فكيف يتخلص من ذلك؟ لا ييأس، أقول لا ييأس، يدعو الله عز وجل ويحاول التخلص، والله قريب مجيب، ولا ييأس من الهداية ومن الإعانة من الله عز وجل، يكثر من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، والله قريب مجيب. نعم.